فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا أتيت صاحب معرض سيارات وأردت أن أشتري منه سيارة، فقلت له: بكم هذه السيارة حاضرة وبكم هي مؤجلة، ثم أرى ما هو الأسهل لي، فهل هذا حرام؟ لا، هذا ما هو حرام، ما تم العقد إلى الآن. تسأله ما قيمتها حاضرة وقيمتها مؤجلة لأجل أن تقدم إما على الحاضر وإما على المؤجل. نعم.